أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: امرأة سكنت في بلد غير بلدها، وكانت تعمل خادمة عند إحدى الأسر. امرأة يقول أحسن الله إليكم: امرأة سكنت في بلد غير بلدها، وكانت تعمل خادمة عند إحدى الأسر، وصلت لمدة شهر عكس اتجاه القبلة، ولم ينتبه أهل المنزل إلا بعد هذه المدة، هل تؤمر بالإعادة أم أنها تعذر؟ ما تعذر، لأنها بإمكانها أن تعرف القبلة بالسؤال، والمساجد موجودة. إذا كانت في بلد إسلامي مساجد موجودة والمحاريب، وتسأل أهل البيت، يعني هل البيت ما هم يصلون؟ هي بيت كفار؟ إذا كانت بيت كفار ما يجوز لها تقيم، هي مسلمة وتقيم بتخدم الكفار، ما يجوز هذا. ما يجوز أن المسلمة تخدم الكفار خدمة بدنية، ما يجوز لها هذا. فالحاصل أنها غير معذورة، كان الواجب أنها تسأل، أو أنها تنظر إلى المحاريب، محاريب المساجد، فإذا كان عندها من يفيدها أو عندها علامات تدل على القبلة ولكنها لم تستعمل هذه الأدلة، عليها الإعادة، لأنها مقصرة. أما لو كانت في بيت أو في بلد ما فيه مسلمون ولا فيه مساجد ولا أحد يعرف القبلة، واجتهدت وصلت، فصلاتها صحيحة، لأن هذا هو الذي يسعها وتقدر عليه. نعم.